تمام. طيب اخر سؤال يا ضياء عايز اساله لك، ويمكن هي مفاجاه عايزك يعني تقولها لنا، لانه احد البرامج الكبيره واحد مقدمي البرامج الكبيره كان ذكر او اتكلم يمكن امبارح او اول امبارح عن طرد وصل لمحمد صلاح من ليفربول، وانه الطرد ده فيه شوكولاتات من افخر الانواع وجاي له من كهديه من ليفربول. عايز اعرف منك هل الكلام ده صح ولا لا، وايه حقيقه الطرد ده؟ انت كنت موجود وشاهد على الموضوع، نعرف منك الطرد ده كان فيه ايه، هل شوكولاته فعلا وجاي من مين؟ نعم كان فعلا كان في شوكولاته، ولكن مش من ليفربول. الشوكولاته دي من اصدقاء يمكن انا اعرفهم شخصيا. في ناس انا مستلم بنفسي الهدايا دي، يعني انا شفت الصوره وشفت. انت اللي استلمت بنفسك يا ضياء الهدايا؟ انا اللي مستلمها، انا اللي مستلمها على في الريسبشن بتاع الفندق. وانا اللي مسلمها للحارس الخاص لمحمد صلاح ان هو يوصلها له. في حاجات انا وصلتها انا بنفسي، فهو خبر غير صحيح بالمره. معظم الهدايا ان لم تكن كلها من محبين ومشجعين لمحمد صلاح، وكلهم من اصدقاء يعني زملائنا واحبابنا واصدقائنا يعني. فانا مستلمها بنفسي، انا مستلم الاقارب والاصدقاء يعني في مصر، في من اهل البلد واصحاب. انا بعترف قدامك يعني بكل صدق، منهم اصدقاء شخصيين لي انا. انا اللي مستلم انا الهدايا دي بنفسي، هي للامانه خبر غير صحيح بالمره. هي مش من ليفربول، هي هدايا من محبين ومشجعين لمحمد صلاح.